عنق الرحم ده له مشاكل اخرى غير الالتهابات وغير بوابه الولاده ودخول وخروج الحاجات دي. عنق الرحم ده ساعات يحصل حاجه اسمها تدلي عنق الرحم او استطاله عنق الرحم. ايه تدلي وايه استطاله؟ تدلي يعني مع وربنا خلقه هو موجود فوق عند في الحوض بعيد قوي عن فتحه الجهاز التناسلي، بعيد عن غشاء البكاره حوالي 7 8 9 10 سنتي. لكن التدلي ده ياخد درجات من الامساك المزمن او الكحه المزمنه او ضعف في الاربطه والانسجه والاعصاب المغذيه للمنطقه دي، او ساعات في اورام دايسه عليه زقاه، او ناس عندها اورام في البطن بتدوس عليه وتنزله تحت. لكن هذا التدلي ساعات يجي نتيجه الولاده بالذات اللي حصل فيها استطاله او عسر في الولاده او في حزق جامد اكتر من المعدل الطبيعي مع ضعف في الانسجه، فيحصل تدلي في هذا النوع. التدلي درجه اولى، ودرجه ثانيه ما فيش منه مشاكل. لكن عندما يتجاوز الدرجه الثانيه ويدخل على الدرجه الثالثه تبدا عندنا مشاكل. الست بتقول لك انا ما ادخل الحمام بحزق بلاقي حاجه نازله كده ايه زي الانف من الجهاز التناسلي، بتتخض بتخاف من هذه الجزئيه. معانا اتصال تليفوني.